قتله يعني. مثلا لا يا عم انت استنيت عليها اسبوع. لا لا بص يا كابتن، انا اتخضني. هو خلي بالك يا كابتن، الشرقه اللي عنده دي من الاسبوع اللي فات. والله انا عايز اقول لك حاجه، انا شرقت لما قال لي ايه الاهلي في المركز الرابع. لا معلش بقى، ما رابع ايه ده الاهلي خالد، ده بطل السوبر. انت ايمن مالك انت السبب. لا والله خالص، انا عايز بس اقول كابتن ايمن حاجه بس عشان الوقت اتاخر، فعايزين نخلص الفقره عشان نروح ننام كلنا بقى مع بعض. عشان نروح ننام يا كابتن ديار، رد عليها يا ايمن. لا ما هم عملوها وزعلوا المره اللي فاتت. المره دي خلاص خليهم يفرحوا، حقه يعني. بس هو خلي بالك عشان انت مش قد جماهير الزمالك. لا لا خالص. انت بتقول ما تعملش كده ولا كده عشان ما تروحش كده ولا كده. طلع نفسك يعني عشان هتلاقي نفسك رحت كده ومالكش دعوه بجمهور الزمالك. جمهور الزمالك تقيل خلي بالك. يا ما نصحته والله يا كابتن. يعني جمهور الزمالك تقيل. انت سامع نصحته. يا ما نصحته والله. ما تسمعش الكلام ابدا. اتفضل يا خالد.